إذا انتهى من قضاء الحاجة لابد أن يطهر البدن، يطهر المكان الذي خرج منه البول والغائط. لاحظت كوش إنه يقول ده عايشة بيفكي متك إبيغ ومغطسة نيزو. نعم، والطهارة تكون إما بالماء أو بالحجارة المناديل. الحجارة المناديل يشترط لها شروطا، منها أن تكون طاهرة لا نجسة. لا تكون محترمة، يعني لا يمكن أن يتطهر بورق المصحف وأوراق العلم. ولا بطعام الإنس ولا بطعام الجن. ولا بطعام دواب الإنس ولا دواب الجن. لابد من استعمال ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل، هذا أقل شيء. إذا حصلت الطهارة، حصل النقاء، رجع المنديل والحجر جاف ليس فيه أثر بول ولا غائط، هذا معناه أنه حصلت الطهارة. إذا رجع المنديل أو الحجر فيه أثر نجاسة لابد أن يعيد. يمسح ويمسح حتى يرجع المنديل جافا ليس في أثر لا بول ولا غائط. السنة أن يقطع على عدد فردي، يعني خمسة أحجار، سبعة أحجار، تسعة مناديل، هكذا. سنة موضوع باخة إذا يبتعد عن الوساوس قدر المستطاع. يخاف شيء تكتري أو شلاء أو شعيب أو غنم.